لا لا ما كانت رمضان بصراحه، كنفيق مع 12 كناس بيان سور حتى لورا السحور، ما كانت رمضان عادي كيدوز عندي النهار، كنفيق مع 12 ما كنعاودش بيان سور في الدار مع ديك 12 حتى كيقرب الفطور سيتو. ما عرفتش كنطيب بعض المرات، كان المهم كنعاون في الكوزينه، ولكن ديما ما كندخلش الكوزينه. انا حاد كاع في البريوات، كنعرف ندير البريوات صافي شي لاخر لا. صراحه ما نكذبش عليك، ما كنتباش افلام، كنتفرج في الرسوم في الرسوم في يوتيوب صافي، ما كنتفرجش عليك ما كنتفرجش في المسلسلات. هاد العام بعدا مازال ما شفتش، ما عرفتش شنو دايرين في التلفزه المغربيه، واش داكشي زعما يستاهل نتبعو ولا لا، مازال ما شفتش. صراحه انا ما كان عاده ما عنديش مع الماكياج، ما كنعرفش اصلا نديرو يعني شويه، وفي رمضان كنبعد عليه بيان سور، وبيان سور كنتي معروضه راه ضروري ديري دي غوتوش هكا وصافي. بصراحه كنحضر لي زيفينمون، كنحضر شحال من حاجه، مي لي ستوري ما كيبقاوش كيف الايام العاديه. رمضان مبارك سعيد عليكم كاملين بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتو كاملين.